شكرا سيدنا المحترم على السؤال حول إصلاح النقل بالعالم القروي والجبلي. أحيطكم علما بأن الحكومات المتتالية أعطت أهمية بالغة للنقل بالعالم القروي من أجل التنمية المحلية والتماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق. وقد تم اعتماد عدد من المبادرات منذ سنة 1986 من أجل إصلاح قطاع النقل بالعالم القروي. نقدروا نذكروا منها وضع دفتر للتحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، إنجاز دراسات بمعية السلطات والمجالس المحلية في 58 إقليم لتحديد معطيات حركية النقل بالعالم القروي والحاجيات المستقبلية، للتمكين من تحديد المعطيات اللازمة بهدف وضع مخططات هذا النمط من النقل على مستوى جميع الأقاليم. كما سهرت أيضا اللجنة الوطنية للنقل ولا زالت تسهر على إعطاء الأولوية لقطاع النقل بالعالم القروي، وذلك من خلال تسريع دراسة ملفات الرخص وتبسيط المساطير الإدارية. وعلى سبيل المثال عالجت اللجنة 165 ملف سنة 2021. تم أيضا إعطاء عناية خاصة للنقل القروي في إطار برنامج تجديد حاضرة المركبات، حيث تم مثلا سنة 2019 إدراج منحة لتجديد يمكن أن تصل إلى 180 ألف درهم في حالة اقتناء مركبة جديدة. غير أن هذه الإجراءات لم تمكن من إصلاح هذا القطاع الذي لا زال يعاني من ظاهرة النقل غير المنظم والذي لا يوفر الشروط اللازمة للجودة والسلامة. ويرجع ذلك في نظري أساساً إلى أن هذا النوع من النقل له طابع محلي بامتياز، والدليل على ذلك أن القانون جعله من الاختصاصات الذاتية للجهات. وسنسهر كوزارة على مواكبة الجهات فيما يخص نقل هذا الاختصاص ووضع تصور جديد لتأهيل النقل بالعالم القروي. وشكراً.